السلام عليكم، حياكم الله معنا في سلايد رقم 19. راح نتكلم اليوم عن او تحت المحور الثاني اهميه مؤشرات الاداء الكي بي ايز. طبعا الاهميه تعتبر مؤشرات الاداء من اهم الركائز الرئيسيه في الاداره والتخطيط، وهم الوسائل تضمن لك تحقيق هدفك وانجازه وتساعدك على التركيز وعدم التشتت والانتباه الدائم. طبعا النقاط الاخيره اللي هي التركيز وعدم التشدد والانتباه الدائم هذه من الامور الاساسيه ومن المشاكل بجهه ثانيه اللي تصادفها اي اداره او اي منظمه، ان عدم التركيز وتشتت الانتباه. فالكي بي ايز او مؤشرات الاداء تخليك تركز وتخليك تنتبه لما تريد ان تصل اليه. طبعا النقطه الثانيه اللي هي ايضا الكي بي ايز هامه جدا في قياس اداء الافراد، مثل ما قلنا في البدايه هي احد ادوات تولز لقياس الاداء الافراد، تحدد من هو الجيد ومن هو الغير ذلك، فتحدد انه يعني في الافراد. ونفس الطريقه اداء المؤسسه هل ماشيه في الطريقه الصحيحه، الاهداف قاعده تنجز بطريقه سليمه وبترتيب معين، فهذه بعض من الامور ايضا تغاس. اداء الخطط هل الخطه حقتنا صحيحه جيدة مفيدة، فهذه بعد أيضا من الأمور المهمة. وأداء البرنامج والتقنية وأي أمر يحتاج لتغيير ومتابعة، فالكي بي آي تكون يعني كمؤشر، وهي من اسمها مؤشر يقيم الأداء ويقيم هذه الأمور. بإذن الله إن شاء الله ننتقل لسلايد 20.